Make the ground shake.
في مباراة رفع الستار ضد بن هادي حسين من جمعية هندسين، لكن هما معا فائزين في هذه المباراة. لماذا؟ لأنه ننتظر منهم المستقبل، ننتظر منهم غدا مشرقا لرياضة الكيك بوكسينغ والفول كونتاكت بالنظور بمنطقة الريف وبالمغرب عامة. إذن الفائز هو محمد أمين مجعيد، لنصفق على الفترين الصاعدين إن شاء الله معا، محمد أمين مجعيد وبن هادي حسين.